أولا. والدة الجندي قالت خلال الاحتفال: أنا محمد قرة عيني، فالله اختار ابني ليكون شهيدا وأولادنا والشهداء في الجنة. أنا جاية هنا عشان أقول لكم إن محمد الجندي يمكن كان واحد وهو ابني وقرة عيني، ولكن الله ابتلاني ليس لأنني إنسانة لحضلة، بل أحبني الله حينما اختار ابني فإنه اختار لي مقعدا في الجنة. أنا عايزة أقول لكم أنا بحبكم في الله كتير، لأنكم أولاد مصر، ولأن ربنا أخذ مني واحد وأعطاني ملايين، فأي جمال هذا؟ أعطاني آلاف مؤلفة من الشباب والبنات، فأي جمال هذا؟ ملايين. ربي أسعدني حتى بعث لي رسالة جميلة يوم أن احترف وزير العدل بلسانه، فقد احترف من هو منهم ليقول الحق، لأن الله هو الحق. الاحتفالية شارك فيها لفيف من قيادات حزب الوفد وعدد من القوى والحركات الثورية، منها حركة الجبهة الديمقراطية وكفاية والحركة الثورية وطنطا الثائرة وحرافيش الثورة. أنا ما أعرفش الأمهات بتجيب القوة دي منين، يعني سبحان الله أنه بيملكوا فعلا هذا القدر من القوة والتماسك. خلوني أقول لحضراتكم